مرحبا. شجرة القزمة هي الشجرة اللي ممكن يكون أقصى ارتفاع لها هو 10 أقدام، وبعض هاي الأشجار ممكن تكون صغيرة لدرجة أنه ممكن يوصل طولها لقدمين أو 3 أقدام، والشي سحري بهاي الأشجار أنه مهما كانت صغيرة ثمارة بتكون بحجمها الطبيعي. تختلف طرق تقزيم الأشجار، فمنها عن طرق الهندسة الوراثية أو بالتطعيم. بتم زراعة الأشجار القزمة بمنطقة تكون مشمسة ونوعية التربة فيها جيدة. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون صيفي حار وبين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، وعم يبقى سديمي حار جدا بالمناطق الشرقية والبادية. درجات الحرارة بعدها مكملة بانخفاضها، لكن عم تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي 5 لـ 9 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. وبالنسبة للرياح عم تبقى غربية لجنوبية غربية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل 10 كم/ساعة. الرطوبة عم تتراوح بين 50 و80%. أما البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 27 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم يبقى جونا صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 19 و40 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. رح نبدأ من المنطقة الجنوبية بالسويدة، طقس صحو مشمس ودرجات الحرارة بدرعا بين 19 و38 درجة. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم توصل لـ37 وطقسنا مكفي صحو مشمس. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا مكفي صحو مشمس أيضا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بحما بين 22 و39 درجة. كيف عم يكون الجو على البحر بطرطوس والادية رح ننتقل سوا لنشوف. عم يبقى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 23 و33 درجة، وبدو اسكندرون درجات الحرارة عم توصل لـ35. اما كيف عم يكون الجو بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب، عم بيكون غائم جزئيا بشكل عام، وبحلب درجات الحرارة عم توصل لـ40 درجة. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. بمدينة الرقة جونا عم يبقى سديمي حار جدا، ودرجات الحرارة عم توصل لـ41 بالرقة وبالحسكة لـ42 درجة. أما أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 27 و42 درجة أيضا، وطقسنا مكفي سديمي حار. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس هالأسبوع انطروني بكرة. باي.